بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. إن هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هجرة المصطفى من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لا يمكن أبدا أن احنا نعتبرها حدث عابر في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي تاريخ كمان المسلمين ما هيش حدث عابر مطلقا، بل هي حدث فريد وفارق. فارق لأنه غير مسار تاريخ البشرية كلها اللي تأثرت بهذه الحضارة العظيمة، مش بس أمة الإسلام فقط اللي تأثرت وخرجت خير أمة أخرجت للناس. لقد كانت الهجرة النبوية المشرفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نقطة تحول حاسمة في بناء الأمة الإسلامية، لأنها نقلت المسلمين من مرحلة الاضطهاد الديني واللي كان بيمارس عليهم من قبل قريش، ونقلتهم من حالة الضعف الشديد في مكة المكرمة إلى مرحلة القوة والاستقرار في المدينة المنورة. فقد أسس النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أسس في المدينة مجتمع جديد قائم على قيم العدل والمساواة والحق والعمل والتعاون والإخاء، فأسس لمعاني المواطنة اللي بتحكيها المجتمعات الإنسانية الحديثة كلها بعد ظهور الحضارة الإسلامية، وده مما ساعد في نشر رسالة الإسلام الحنيف بطرق صحيحة وسليمة ومنظمة. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي، مولاي، صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم يكن أثر الهجرة النبوية المباركة فقط على المسلمين، بل تعدى ذلك إلى العالم كله بأسره، وظهر ده من خلال تأسيس ساعتها لدولة المسلمين الأولى. وبنقول دولة المسلمين الأولى لأنها قامت على أسس حضارية قوية، حيث أسست بعد ذلك للحضارة الإسلامية اللي أثرت بشكل كبير جدا في مختلف مجالات الحياة الإنسانية، من العلوم، من الفنون، إلى الأخلاق، إلى الاقتصاد، إلى السياسة، حتى صارت بعد ذلك القيم والمبادئ اللي أرساها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة نموذجا حقيقيا يحتذى به في بناء المجتمعات المتحضرة.
واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقمي. أمرتك الخير أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تضمنت الهجرة النبوية الشريفة العديد من الدروس القيمة اللي يمكن إن احنا نستفيد منها في حياتنا اليومية، حيث نتعلم منها أهمية الصبر والثبات في مواجهة الشدائد، بل الصبر في كل وقت وحين، لأن الصبر ده قرين الإيمان للمؤمن في رحلته في الحياة الدنيا. صبر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصبر أصحابه الكرام على اضطهاد قريش الديني لهم وإيذائهم الشديد المستمر حتى جاء أمر الله تعالى بالهجرة، لأن كانت قريش بتمارس ضد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وضد الصحابة الكرام اللي احنا بنسميه في المصطلح المعاصر بالاضطهاد الديني. يعني لو لم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون لذلك ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة، لكن آذاه كثيرا، آذته قريش وآذت المسلمين كثيرا اضطهادا دينيا مارسته قريش ضد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وضد دعوته المباركة وضد الصحابة الكرام الذين تبعوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فصبر صلى الله عليه وسلم وثبت على الحق هو ومن معه، عشان كمان يتعلم الإنسان أن سلاحه الصبر والثبات على الحق في هذه الحياة ليصل إلى ما يريد وليصل إلى خيري الدنيا والآخرة. كمان بتبرز الهجرة النبوية المشرفة أو حادث الهجرة، بيظهر من خلال تتبع السيرة في هذا الحادث العظيم أهمية التخطيط الجيد. المؤمن مش لا يعمل بالوقت كده، يعني مش وقتي القرارات، لا، بيدرس القرارات المتاحة بالنسبة له، الوضع الحالي بالنسبة له والوضع في المستقبل. إذا كنت أنا هاخد القرارات اللي هي واحد واثنين وثلاثة هيحصل إيه، لا ما خدتهمش، ممكن يترتب على عدم هذا الأخذ إيه. المؤمن بيفكر، المؤمن كيس فطن. ولذلك شفنا في قدوتنا العظمى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أهمية التخطيط الجيد، وده شيء ضروري جدا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة بل على مستوى الدول. لابد الإنسان يمشي في هذه الحياة بمنهج في كل شيء. أهمية التخطيط الجيد ده من أخطر الدروس اللي بنتعلمها من حادث الهجرة الشريف، لأن حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام خطط لكل خطوة في الرحلة بتاعته بحكمة شديدة ورحمة وحلم ودقة عشان يتجنب المخاطر قدر طاقته صلى الله عليه وسلم. ومش عشان هو رسول رب العالمين للعالمين اعتمد على كده فقط، لا، أخذ بالأسباب واجتهد في الأخذ به عشان يعلم الأمة إنه ضروري الإنسان في سعيه في الحياة الدنيا في هذه الرحلة إنه ياخد بالأسباب قدر طاقته، كل الأسباب اللي ربنا أتاحها للإنسان يأخذ بها، ينظم الخطوة بتاعته، وإنه كمان يضع خطة جيدة محكمة لحياته قدر اجتهاده وقدر طاقته وقدر ما أتيح له وأذن له الرحمن من
الأسباب. بالإضافة إلى ذلك بيبرز لنا حادث الهجرة الشريف، هجرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، قيمة التعاون والوحدة، إن الناس تبقى صف واحد، لأنه في الحادث ده تعاون المهاجرون والأنصار، ورحب الأنصار بالمهاجرين اللي جم إليهم، لأن المهاجرين هجروا مكة وتركوا ديارهم وأموالهم وكل شيء يخصهم، وتركوا البيوت وتركوا كل تجارتهم وعلاقتهم وهاجروا من مكة، تركوا أوطانهم إلى المدينة المنورة. استقبلهم الأنصار وعاشوا في سلام وفي اتصال شديد وفي إثار، وتعلمنا معاني كتيرة جدا في هذا الاتحاد اللي كان بين المهاجرين والأنصار. وقفوا خلف القائد بتاعهم وهو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صف واحد عشان يقدر يعبر المخاطر اللي كانت بتمر بيها الأمة الإسلامية، عشان يوصلوا لبناء مجتمع قوي ومتماسك يتحمل أمر الدين ويسعى للبناء وعمارة الكون، لأن هو ده اللي بيأسس الحضارة الحقيقية. ده بجانب إن هم كانوا يعني بيشتغلوا على أنفسهم، تزكية النفس بكل حسن وجميل وتخليتها من كل قبيح وذميم. ده كان المنهج اللي كان عليه الصحابة الكرام، وكانوا في ده بيتبعوا حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي كان بيوجههم، وكان يأخذ بأيديهم بمنتهى الحلم والود والرأفة، وكانوا هم كمان صف واحد خلف حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان يقدروا يتجاوزوا الصعاب اللي هم كانوا فيها، لأنه كان في صعاب شديدة كانت بدايتها أنهم يتركوا أوطانهم اللي هو مكة المكرمة ويهاجروا إلى المدينة المنورة، لكن تركوا كل ده لأجل أن يعودوا فاتحين منتصرين. هنعيش مع ونركز مع بعض الدروس المستفادة الأخرى من الهجرة عشان ننتفع بيها في حياتنا. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من مشاهد الهجرة النبوية المشرفة اللي ممكن نفيد منها في حياتنا، لأنه المشاهد كثيرة والمواقف كثيرة والدروس المستفادة والعبر العظيمة اللي الإنسان بيجدها حينما يتأمل هذه الحادثة ويقرأ في السيرة هذه الحادثة العظيمة، تجد من ضمن هذه المشاهد الطيبة هذا الموقف الرائق ما ذكره الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، إنه حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى المدينة أقبل الناس عليه، وكان يعني لما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة كان الناس في انتظار حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأول ما شافوا في سيدنا رسول الله أقبلوا على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام بيقول: فكان أول شيء سمعته منه أن قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه بيقول أول شيء سمعوا الناس من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد دخول النبي المدينة المنورة إن دعاهم إلى مجموعة من القيم الرائقة والمعاني الراقية، فنادى على الناس جميعا: يا أيها الناس. يعني كمان هذا النداء
فيه تودد وتحبب إلى جميع الناس. هو ما قالش يا أيها المسلمين، لا، يا أيها الناس، لأن المجتمع ده هيكون فيه مسلمين وغير مسلمين، والإسلام دايما حاضن للجميع، وكل إنسان حر فيما يختار. فنادى حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الناس جميعا يا أيها الناس، دعاهم صلى الله عليه وسلم في هذا النداء إلى إفشاء السلام، إفشاء السلام قولا وعملا. وإن إفشاء السلام هذا الأمر بيعد من الوسائل اللي تصل الإنسان بربه، وتصل الإنسان وتأخذ بيده إلى رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة. وإفشاء السلام ما بيكونش بس بين المسلم والمسلم، لا، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن المسلم إنما يسعى لنشر السلام بين الناس كلها، بين الناس أجمعين، مسلمين وغير مسلمين. وده وارد في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يبقى أنا بألقي بالتحية مش عشان إنه الإنسان بيقولها ومش حاسس بالتحية، التحية دي عشان نبقى عارفين هي ذكر، لأن أنت بتذكر باسم الله السلام، لأنه اسم من أسماء الله الحسنى. ونية الإنسان في إفشاء السلام حقيقة، وإنه يقوم يكون وسيلة من وسائل السلام. فأنت بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت بتقول الكلام بلسانك ويعنيه قلبك. أنت بتذكر الله بذكر السلام عليكم، فهي تحية وذكر ودعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنت بتقولها مش عشان إنك تغيظ من أمامك، فإذا كان هو من غير المسلمين ولا عشان، لا، أنت بتنوي المعنى ده وبتقوله بلسانك، وترجو من الرحمن أن يشيع أن يعينك أولا إنك أنت تكون بوسيلة من وسائل السلام، لأن المؤمن دايما سلام، هذه أخلاق. ويسعى الإنسان لإفشاء السلام ونشره بين الناس، ودي وسيلة نشر السلام، نقلل الخصام، نقلل المشاكل، كل ما من شأنه، سواء في حياة الناس في مجتمع الإنسان، والإنسان ماشي في الطريق، والإنسان في العمل بتاعه، والإنسان في الحياة الأسرية، والإنسان مع أخيه ومع أخته، في كل الدوائر العلاقات الإنسانية نقلل المشاكل وننشر السلام. ده معنى نشر السلام. هتنشره قولا بإشاعة التحية، وده شيء مطلوب. الصحابة لو كان حجبهم حتى ولو شجرة حجبتهم بعضهم عن بعض، كانوا يرجعوا حيوا تاني بتحية الإسلام اللي هي السلام عليكم، عشان ياخدوا الثواب وتعم بركة السلام بذكر اسم الله السلام جل جلال الله. وفي نفس الوقت بيطبقوا المعاني دي، بيقللوا دوائر الخلاف والاختلاف قدر الطاقة، وبيسعوا إلى نشر السلام، لأن دي نشر السلام وسيلة لتحقيق المحبة، وتحقيق المحبة بين الناس ده طريق الإنسان إلى الجنة. ورد في الحديث الشريف إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا اللي هو الإيمان الحقيقي يعني، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يعني ده لازم تكون رسالة الإنسان المؤمن في حياته، نكون سلام، ننشر السلام، ونكون برد وسلام على بعض. ما نكونش كل ما يكون في إشكاليات أو مشاكل نكون إحنا سبب في إثارة المشاكل وإثارة القلاقل وإثارة الفتن، وإن إحنا نوقد بنار البغضاء بين الناس. كن سلام، كن سلام، وفعل في نفسك وفي من حولك معاني السلام، وأكثر من ذكر الله السلام، فاذكره باسمك، فاذكره بلسانك باسم الله السلام، وطبقه بأفعالك عشان تتحقق حقيقة معاني السلام في المجتمع اللي المفترض، المجتمع الإنساني، مش المجتمع المسلم فقط،
المجتمع الإنساني كله. المسلم بحق هو اللي بيسعى بين الناس جميعا ناشرا لقيم السلام، داعيا إليها بأقواله وأفعاله. وتعالوا النهاردة نسمع مع بعض بنقول إيه في بداية أول يعني كل شهر عربي، عشان ندعو الله سبحانه وتعالى اليوم إن شاء الله بعد ما يرفع أذان المغرب ندعو بهذا الدعاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. عندما أذن الله تعالى لنبيه الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، وإنه يترك وطنه الحبيب مكة المكرمة، وقف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عند حدودها، حدود مكة، في مشهد تنفطر له القلوب. ونظر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة بعين المحب الحزين على مفارقتها، فقال مخاطبا لها: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وبيذكرنا المشهد ده بحديث، لو حضراتكم تتذكروا، حديث بدء الوحي، عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وقص عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما حدث معه في الغار، فقال له ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام مما قاله ورقة، يعني ليه هيخرجه قومه؟ ده أثار تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، وسأله: أو مخرجيهم؟ فأجابه ورقة: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. واللي انت تلاحظه إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقف عند كلام ورقة متأمل في حمل قومه له على مفارقة وطنه المحبوب، لأنه من الطبيعي الفطرة السليمة تجعل الأوطان في مكانة عظيمة في قلب من سكنه، لأن المؤمن كله إخلاص ومحبة ووفاء لكل شيء، لوطنه ولأهله ولأحبابه ولكل من له فضل وحق عليه. وعلى الرغم من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا تشوف عظمة الرسول الكريم، على الرغم من هجرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة، إلا إن حبه وحنينه لمكة المكرمة لم يتغير أبدا. هو فارقها بجسده، لكن ظل حبها في قلبه صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحن إلى مكة المكرمة، وخاصة لما يذكروا مكة في عند النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لما قدم أصيل الغفاري، قدم من مكة المكرمة وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قدم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسألوا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن حال مكة، وده سؤال المحب عن المحبوب، فبيسألوا عن حال مكة، إزاي مكة، كيف مكة، إيه وضعها. فظل يذكر أصيل الغفاري يذكر له شيئا عنها، يعني عن مكة، وقال له عليه الصلاة والسلام لما لقى بقى الحالة الوجدانية والشعورية بدأت تتحرك بشدة لمجرد إنه حكاله خبرا عن مكة، فقال له صلى الله عليه وسلم: حسبك يا أصيل، لا تحزننا، ما تقلبش علينا المواجع، دع القلوب تقر قرارها، خلي القلوب كده ساكنة
ومطمئنة وهادية، لأن مجرد ذكر مكة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وطن النبي المحبوب يعني أثار ما أثار في نفسه وفي قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. حتى الأمر ده ظهر في أحوال الصحابة الكرام من المهاجرين اللي هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. تجدهم كذلك عانوا من ألم فراق وطنهم، فتجد إن بعضهم إلا أصابته الحمى كسيدنا أبي بكر الصديق وبلال بن رباح رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وبدأت تظهر زي حالة من التعب الجسدي والنفسي كذلك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يعني دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، عشان يعينهم بالدعاء بمدد الدعاء إنهم يتحملوا فراق وطنهم مكة المكرمة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تزرع محبة المدينة في قلوبهم كما هي موجودة محبة مكة في قلوبهم بأصل فطرتهم وتعلقهم بها كحبنا، شوف يعني كحبنا مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. محبة الأوطان والانتماء إليها من أخطر وأهم الدروس اللي بنتعلمها من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبالذات من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الشريفة. فقد علمنا أن أرض الله تعالى واسعة للعبادة والعمران، وأن حب الأوطان أمر ثابت في النفس والوجدان، لأنها فطرة مخلوقة في الإنسان. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم؟ فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تعد حادثة الهجرة النبوية المشرفة حقيقة بداية جديدة وانطلاقة كبرى في دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى العالم أجمع. لأنه لما وصل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، قام بأمر فريد جدا، قام بوضع وثيقة المدينة اللي احنا بنعتبر أو بنعبر عنها في عصرنا بالدستور، اللي هي بتعتبر دستور فريد بينظم العلاقات بين أهل المدينة بمختلف طوائفهم ومختلف المعتقدات اللي هم عليها، وحاجة وثيقة تنظيمية. وهذه الوثيقة هي لم تكن فقط مجرد نصوص أو بنود، إنما هي الحقيقة الوثيقة دي عبرت عن بداية عهد جديد للإسلام والمسلمين، وكمان عبرت بل أنبأت عن نظرة الشريعة الخاتمة للعالمين. فبتجد أن الوثيقة دي وثيقة تاريخية، يعني أسست لما نسميه الآن بمبادئ التعايش السلمي والعيش المشترك. لأنه مش كل مجتمع المدينة كان مسلمين، كان في مسلمين، كان في أهل كتاب، كان في مشركين، كان في منافقين، كان في طوائف كتيرة جدا. أسست لمبادئ العيش المشترك وزرعت
قيم المواطنة بين مختلف الطوائف والقبائل في كيان المسلمين الجديد، وأكدت على حرمة الأوطان لأنها حطت مواد في الوثيقة دي إن كل اللي في المدينة بيدافع عن أرض المدينة، فضمنت هذه المسألة حرمة حدود المدينة وحرمة الأوطان. وكمان اللي بيدقق النظر في هذه الوثيقة بيجد هذا بشدة في أكثر من بند من بنود وثيقة المدينة، ومن اللي من ضمنها ضرورة الحفاظ على المدينة وحمايتها من مختلف التهديدات اللي هي ممكن تتعرض ليها. يعني عايزين نقول إنه مبنى هذه الوثيقة كان على الحق والعدل والمواطنة والحفاظ على هذا الكيان اللي بيضن أبناؤه بين جانبيه، فكانت وثيقة المدينة تجسيد لهذه المعاني الإنسانية الراقية اللي عكست وثيقة المدينة من خلالها روح الإسلام الحقيقية اللي بتدعو إلى السلام واللي بتدعو إلى المحبة وبتدعو إلى أن الناس تتحد مع بعضها، لأنه من خلالها كمان تعلم المسلمون الأوائل أهمية التعاون وأهمية التضامن في بناء المجتمع القوي المتماسك. لو أنا عايز مجتمع قوي متماسك لابد أن الناس تكون على قلب رجل واحد، وأن الناس تتحد في عمل الخير والتعاون في الأعمال الطيبة اللي تؤدي إلى البناء وتؤدي إلى وجود حضارة حقيقية قوامها الأساسي هو الحفاظ على هذا الإنسان من كل النواحي، لأنه بهذا يكون هذا المجتمع قادر بجد على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والازدهار الحقيقي. بدستور المدينة، بهذا الدستور الذي وضعه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انطلقت الأمة الإسلامية نحو آفاق جديدة من البناء والتقدم والعمران وصناعة حضارة فريدة الكل تعلم منها في العالمين، وهي بتؤكد على أن الإسلام مش مجرد دين يعني بيتضمن فقط الشعائر والعبادات وحسب، لا، بل هو منهج متكامل في الحياة بيسعى إلى تحقيق الخير والسعادة للإنسانية جميعا وليس للمسلمين فحسب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم، وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم، أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أهلا بحضراتكم، لا ننسى أبدا وإحنا بنتكلم مع حضراتكم عن البدايات الجديدة في استهلالنا واستقبلنا للعام الهجري الجديد إن إحنا نأكد على معنى عميق مفهوم واسع لمعنى الهجرة، زي ما فهمنا
من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال موجها لنا ومرشدا ومعلما صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية الحديث الآخر: المسلم من سلم الناس. فبتجميع روايتين يبقى المسلم ده يخرج منه الخير لجميع الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا فقال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الحديث إنك يسلم جميع الخلق منك، سواء المجتمع بتاعك، المجتمع المسلمين، أو المجتمع الإنساني الكبير اللي أنت عايش فيه. فالمسلم المفترض هجرته الحقيقية أولاً إنه هو يبقى سلام، زي ما احنا قلنا، سلام مع نفسه وسلام مع غيره، وفي نفس الوقت يسلم الجميع من شره، يعني كبح شر الإنسان وأذى عن الآخرين. طاعة طاعة يثاب الإنسان عليه. كمان مع البداية للعام الهجري اللي هنستقبله غدا بإذن الله، كل عام وحضراتكم بألف خير، نهجر المعاصي ونهجر الذنوب، نقلع ونترك العادات السيئة، وننبذ ونبغض الأخلاق الذميمة. ما أنا لازم أعرف قد إيه هي سيئة قبيحة، لا يمكن لمؤمن بحال من الأحوال إنه يأتيها وإنه يسلك فيها، ونترك كل شيء، كل ما نهى الله عنه. ده في استقبلنا للعام الهجري الجديد، لأنه معاه كانت بداية الإسلام وبداية المسلمين الحقيقية، وفي نفس الوقت هي بداية لكل إنسان مؤمن يبدأ بداية حقيقية جادة. نهجر ما نهى الله تعالى عنه، وده عايز إرادة من الإنسان حقيقية، وأنه يسأل الله سبحانه وتعالى المعونة على ذلك. كل ذلك يعد من معاني الهجرة الحقيقية اللي احنا مأمورين بيها الآن بنص حديث سيدنا ومعلمنا وقائدنا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وبكده بتكون ذكرى الهجرة المباركة بداية حقيقية جديدة. وبدايتي الحقيقية دائما لابد أن أنا أبدأها بالتوبة الصادقة وأهجر المعاصي. شوف كلمة هجر المعاصي دي كأني لا عمري شفتها ولا عملتها. أهجر المعاصي، أهجر كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. الإنسان يبدأ بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فربط الفلاح بتجديد التوبة. الإنسان يجدد توبته ويحاسب نفسه عما مضى، ما كان منه وإيه التقصير اللي كان منه، وعليه إنه يعدل المسار بتاعه بهجر المعاصي والاستكثار من الصالحات، عشان نتحقق فعليا بالمعاني السامية والدروس العميقة اللي تضمنتها هذه الحادثة العظيمة. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب يا رب، واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. والطف بعبدك، والطف بعبدك في الدارين، إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا، وأطرب العيس حادي العيس بالنغم. ثم الرضا، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين، فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم.
مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. وختاماً، فإن الهجرة النبوية المشرفة ليست مجرد قصة من الماضي، بل هي حقيقة وحقاً مصدر إلهام ودروس كتيرة نستفيد منها في حياتنا المعاصرة، نتعرف من خلالها إلى إن هذه الأمة العظيمة اللي هي خير أمة أخرجت للناس، الأمة دي اللي هي صاحبة الحضارة الملهمة اللي أفاد منها العالم كله، ما كانت لتكون إلا من خلال ما تحلى به المسلمون الأوائل من فضائل عدة، منها الصبر والثبات والتخطيط الجيد والتوكل على الله تعالى والتعاون والاتحاد وعدم الفرقة، سعياً لتحقيق الأهداف وسعياً لتجاوز الصعاب تماماً، كما فعل النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في الهجرة المباركة. كل عام وحضرتكم جميعاً في خير وسعادة وستر وعافية، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير ونصر وفتح وبركة علينا جميعا وعلى أوطاننا وعلى المسلمين والعالمين، اللهم آمين أجمعين. ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه يا مولانا في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى زبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة. اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.